الصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للأستاذ قادر. الفقرة هذه تسعة اليوم العالمي للتراث، إذا أين هي هذه المنظمة؟ في التخطيط عندنا المسجد العمري الكبير الذي يرجع بناؤه إلى تخليدا لذكرى فتح بيت المقدس. مداخلة وفي هذه المحاضرة تحدثنا اليوم عن التراث الثقافي الفلسطيني في ظل الحرب على غزة، والتي عرضنا فيها مقومات التراث الفلسطيني من تراث مادي غير مادي، أهم المحطات التاريخية، أهم وأبرز المعالم والمواقع الأثرية خاصة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، كما تطرقنا إلى ما يرتكبه المحتل الصهيوني من جرائم في حق هذا التراث الفلسطيني، بداية من تبنيه وتصنيفه وسطوه على معالم ومواقع أثرية فلسطينية وتصنيفها على قائمة اليونسكو على أساس أنها تراث تخصه، بالإضافة إلى ذلك تهويد المكان والزمان ومعالم عمران فلسطين من مدن وأماكن ومعالم تم تغيير أسماءها إلى أسماء يهودية وعبرية، كما تحدثنا عن عملية السرقة والنهب التي تطال التراث الفلسطيني، والتي تشير إحصائيات إلى أنه يتم سرقة ونهب أزيد من 100,000 قطعة وتحفة أثرية سنويا. تحدثنا أيضا عن جرائم الحرب التي تم ارتكابها ولا يزال المحتل الصهيوني في حق التراث الفلسطيني بغزة منذ حربه على قطاع غزة 7 أكتوبر 2023، والتي تقدر الإحصائيات بأزيد من 200 معلم تاريخي وموقع ومتحف أثري تم تحطيمها وقصفها جزئيا كليا، وفي ذلك تقريبا أزيد من 12 متحف، 10 مواقع أثرية، أكثر من 10 بين مسجد وكنيسة، وبالتالي لم يسلم لا التراث الإسلامي ولا التراث حتى المسيحي. الدكتور عبد القادر دحدوح، الأستاذ الدكتور عبد القادر دحدوح، هي صورة ذكرى مع سيما، هي صورة ذكرى، تحية مرة أخرى. هكذا هي أجواء التكريم، أجواء جميلة التي نسمعها في